اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس اردوينو اونو ميجا توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد حلقه مهمه خاصه ازاي ان انا اوصل 6 سويتشات ديجيتال انبوت باستخدام واحد انالوج انبوت بن، بمعنى ان انا عندي سويتشات كتير في المشروع بتاعي او عندي سنسورز كتير في المشروع بتاعي ومحتاج ديجيتال انبوت مني كتير، دخول رقمي كتير. فبالتالي بدل ما انا اغير نوع البورد عندي واشتري بورد اغلى، لا ده ينفع احل المشكله دي ببساطه ان انا اوصل كل السويتشات على واحد انالوج بن عندي على دخل تماثلي واحد. طبعا هنا الكلام ده مهم في حاله لو انا عندي بوابه الكترونيه مثلا، البوابه بتفتح وتقفل اوتوماتيك، فبالتالي بيبقى عندي 2 ليميت سنسور او 2 ليميت سويتش، واحد في حاله القفل وواحد في حاله الفتح. الاثنين طبعا مش بيحسوا في نفس التوقيت، لان لو الباب مقفول هتلقى فيه ليميت سنسور معين حاسس، ولو البوابه مفتوحه الليميت سنسور الثاني هو اللي بيبقى حاسس. الاثنين مش بيبقوا حاسين في نفس اللحظه، وبالتالي ينفع انا اوصل السويتشات عندي كلها على نفس الانالوج انبوت بين. وطبعا دي بتبقى مهمه قوي لو انا عندي سويتشات كتير في البروجكت بتاعي. تعال كده مع بعض نشوف البروتوس. دي الدايره ببساطه، عندي كل السويتشات هي متوصله على انالوج انبوت بين A0. هنا انا بوصل للدات وكل ليد معاهم مقاومه 330 على بورت دي. طبعا انا عشان اعمل انديكيشن بقول ان انهي سويتش اتضغط عليه، فبينور الليد المقابله لي هنا على بورت دي. معنا كمان ال سي دي هنا موصلها على بورت بي عشان اعرض رقم السويتش والليد اللي منوره، وكمان الانالوج فاليو اللي داخله. هنا اتفقنا ان انا شغال على اي 0 هيبقى انالوج مين فاليو. التوصيل كالاتي، ان انا بحط 5 فولت هنا وبحط ارضي. اول سويتش ده بيبقى سويتش بالمقاومه بالارضي، خلي بالك الطرف اللي في النص هو اللي متوصل على اي 0. بيبقى عندي هنا ادي ال 5 فولت وادي السويتش، بعد كده للمقاومه 10 كيلو للارضي، وفي الطرف النص ده على اي 0. انا لما اضغط على السويتش الاول ده كده بيبقى الفولت كله رايح للمقاومه، يبقى انا داخل وقتها 5 فولت، بيبقى داخل لي هنا 5 فولت على الانالوج بن. وقتها انا اعمل تشيك في البرنامج، لو انا داخل لي 5 فولت بما يكافئ 1023 ديجيتال يبقى انا ضاغط على اول سويتش. طيب السويتش الثاني انا موصله ازاي؟ واخد من طرف المقاومه دي على مقاومه ثاني قيمتها 10 كيلو، مقاومه ثانيه 10 كيلو، وال 10 كيلو دي على سويتش، وبعد كده السويتش للتغذيه. طيب انا لو ضغطت على السويتش الثاني ده ايه اللي يحصل؟ التيار هيجي من فوق هنا، هيدخل على السويتش رقم 2 المقاومه 10 كيلو للمقاومه 10 كيلو للارض، هيبقى داخل 2.5 فولت. ليه؟ لان ال 5 فولت هتبقى تتجزع على 10 كيلو وال 10 كيلو. طب الاوتبوت بتاع اي 0 ده، الاوتبوت اللي راح اي 0 واخده منين؟ واخده من المقاومه اللي تحت دي 10 كيلو، اللي هي ال 5 فولت هتتجزء على 10 كيلو 10 كيلو، هيبقى عندي هنا 2.5 فولت هنا و2.5 فولت هنا، يبقى هيبقى داخل وقتها 2.5 فولت. طيب السويتش الثالث واخده من بعد المقاومه، مقاومه للسويتش الثالث. طب انا لو ضغطت على السويتش الثالث هيبقى 5 فولت هتمر من هنا على المقاومه دي، هتاخد المسار ده للمقاومه دي للمقاومه دي، هيبقى عندي ثلاث مقاومات توالي. طب الاوتبوت متاخد على ايه؟ على اخر مقاومه، اخر مقاومه اللي هي الاخيره، بالتالي هيبقى وقتها داخل للانالوج بن ثلث ال 5 فولت بما يكافئ 1.67 فولت، وهكذا مع باقي السويتشات. خلي بالك هنا بوصل 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو لغايه للاخر 10 كيلو، اخرنا هنا 6 سويتشات. ست سويتشات. ملحوظه مهمه هنا، ما ينفعش اضغط على الاثنين سويتش في نفس التوقيت. ليه؟ انت هنا السويتش ده عامل عليه شورت، يبقى موصل للنقطه دي هنا، تمام. طيب لما اضغط على السويتش اللي قباله، السويتش اللي قباله ده عباره عن سويتش ومقاومه، وقتها هيبقى السويتش ده هيبقى شورت سيركت، عامل شورت سيركت على المقاومه اللي هنا دي، وبالتالي اللي هيتفعل اكن انت ضغط على السويتش رقم واحد بس لان هيطلع 5 فولت. لو انا ضغطت على 2 و3، 2 و3 هيبقى 2 ده عامل شورت سيركت على المقاومه دي مع 3، يبقى اللي هيتفعل اكنه 2 بالظبط اللي هو 2.5 فولت اهو. فلو انت ضغطت على 2 سويتش في التوصيله دي في نفس التوقيت يبقى كده انت اكنك هتفعل اول سويتش فيهم بس، يعني بمعنى لو ضغطت على 3 و5 اللي هيتفعل 3، لو ضغطت على 1 و4 اللي هيتفعل 1، اللي هيبقى اقلهم في الترتيب زي ما انت شايف الرسم كده. هنا ركز معايا كده، كده انا ما ضغطتش على اي سويتش، فمكتوب هنا سويتش نمبر علامه استفهام ما فيش، يعني ليد نمبر علامه استفهام يعني ما فيش ولا ليد منور، واي 0 فاليو انا كاتب نو سويتش يعني ما فيش اي سويتش مضغوط. طب اضغط على سويتش واحد كده ايه اللي بيحصل؟ هتلقى هنا مكتوب سويتش رقم واحد وليد رقم واحد منوره، وفعلا ليد رقم واحد منوره اهي، ومديك القيمه 1023 كديجيتال، خلي بالك بيطلعها هنا ديجيتال 1023. لما انا ارفع ايدي واضغط على سويتش 2 هيديني، بيقول لي سويتش 2 وليد 2، وفي نفس التوقيت مديني 512 هنا، وتلقى ليد 2 هي اللي منوره. طيب
لما اضغط على 3 هيقول لي 3 وليد 3 وفعلا ليد 3 منوره والقيمه 341 مين ديجيتال. تمام، اتفقنا ان كل سويتش هتضغط عليه هيديني قيمه معينه من الفولت، فانا هاخدها وبرمجها في البرنامج. تعال مع بعض نشوف الكود. انا موصل ال سي دي، طبعا انا استدعيت المكتبه بتاعت ال سي دي، طبعا انا معرف البنات بتاعت ال سي دي اهو، والال سي دي مديها اسم سميتها ال سي دي. هروح تحت كده، طبعا انا عامل انشاليزيشن للال سي دي، بعد كده عارض كلمه اردوينو اونو ميجا، وفي الصف الثاني عارض بورتس توتوريال، وبعد كده انا مستخدم بورت بي وبورت دي. بورت بي ده عليه ال سي دي، بورت بي عليه ال سي دي، وكمان بورت دي عليه ليدز، فالاثنين عرفتهم كاوتبوت. لما احط 0 اكس اف اف يعني كده عرفتهم كاوتبوت بدل ما اشتغل على بن بن. وفي البدايه انا مصفر مين الليدات، بورت دي بيساوي 0 ومصفر، وعامل ديلي عشان الجمله الافتتاحيه تتعرض لمده 1.5 ثانيه. وبعد كده عملت سيت كورسر ورحت انا الجمل دي دايما هتبقى مكتوبه لو انت لاحظت في كل مره، في كل مره هيكتب السويتش نمبر نقطتين مسافه فاضيه، بعد كده كوما ليد نمبر نقطتين مسافه فاضيه. وعملت سيت كورسر عشان ال سي دي، طبعا في الصف الثاني كتبت اي 0 فاليو نقطتين، هنا هيعرض لي الفاليو بالديجيتال زي ما انت شفت كده في البروتس. هروح للكود بتاعي، الكود بسيط جدا، ان انا هعمل انالوج ريد من اي 0، طبعا اي 0 هي اللي موصل عليها السويتشات، واحطها في قيمه مين؟ متغير اسمه فاليو، نوعه انت طبعا، لان الماكسيموم بتاعي 1023 لازم يبقى انت. هروح اقول له الفاليو دي لما تضغط على السويتش رقم 1 القيمه هتبقى كام؟ هتبقى لو احنا ضغطنا على السويتش رقم 1 هنا كده هتلقى القيمه 1023. 1023 اروح حطيتها هنا، اروح اقول له اف لو القيمه جاتك 1023 اعرض الكلام ده على ال سي دي. طب في نقطه مهمه، نفترض القيمه 1023 دي ما جاتش 1023 مظبوطه، في تولرنس طبعا، فانا باخد بلس وماينس تقريبا 10 فوق و10 تحت او 15 فوق و15 تحت، اقول له الفاليو اقل او تساوي 1040 زودت عن القيمه دي قيمه معينه، اند الفاليو اكبر او تساوي 1010، رحت طرح من القيمه دي كام؟ 13، يعني خدت بلس وماينس قيمه معينه فوق وتحت عشان ما يبقى في تولرانس عندي. قلت له بورت دي نور الليد اللي خاصه برقم كام؟ رقم 1، وقلت له استدعى الداله اللي اسمها ديسبلاي، الداله اللي اسمها ديسبلاي دي هتروح تعرض على ال سي دي، تعرض لي ايه؟ تعرض ليد رقم 1 وسويتش رقم 1، وتاخد الفاليو اللي هي القيمه اللي طلعت هنا الخاصه بالانالوج وتروح تعرضها برده على ال سي دي. زي ما احنا شايفين، نبص كده هنا هنلقى ايه؟ لو ضغطت على السويتش الاول هيعرض لي قيمه هنا 1 1، وغير كده يعرض القيمه الانالوج. فيعرض 1 ازاي؟ انت ضغطت على اول سويتش يبقى يعرض 1، ويعرض ايه كمان؟ الفاليو. الداله دي ببساطه اهي اسمها void display، بتاخد قيمتين او تاخد متغيرين، المتغير اسمه num اللي هو رقم السويتش ورقم الليد نوع unsigned character، وبتاخد الفاليو كمان نوعها انت طبعا، لان هي اخرها 1023 زي ما قلنا. طيب سيت كورسر، هروح للمكان 6 و0 اللي هو المكان اللي هنا ده، اللي هو المكان ده ده، اعرض ايه؟ اعرض 1 نم، واجي بعد كده الرقم الثاني، الرقم الثاني اللي هو هنا ده، ده ترتيبه كام؟ 15، لان خلي بالك هنا في ال سي دي بعدي من 0، فالمكان 16 اصلا بيتكتب 15. تمام، وطبعا ده في الصف مين؟ الصف الاول. هعرض مين؟ رقم الليد عندي، واروح اعمل سيت كورسر 10 و1، 10 و1 اللي هو القيمه دي هنا، اللي هو هنا بدايتك هنا. تمام، هعرض القيمه مين؟ هعرض القيمه الانالوج اللي هي كديجيتال. اول حاجه اصفر المكان ده، امسحه، ليه؟ لان ممكن يبقى ليه قيمه من قبل كده، زي مثلا نقول 1023، بعد كده انت القيمه هتتغير هتبقى 512، هتلقى في رقم 3 ظهر من قبل كده، فهيبقى عندك مشكله. لا، ده انا امسح المكان الاول، امسح المكان الاول كله، بعد كده اروح اعمل له تاني سيت كورسر، عشان خلي بالك بعد ما تمسح المكان انت الكورسر هيقف على اخر المكان بعد المسح، فهتلقى رقم اتغير. لا، ده انت ترجع تاني تعمل له سيت كورسر وتروح تعرض قيمه الفان. الكلام ده مع مين؟ مع اول سويتش. مع السويتش التاني ايه اللي بيحصل؟ لما انا ارفع كده هنا واروح اضغط على السويتش التاني، ايه اللي يحصل؟ الرقم ده بقى 2 وطلع قيمه 512. جت ازاي 512؟ قلنا ال 5 فولت هنا هتتجزء على 10 كيلو 10 كيلو، يبقى هنا هيبقى داخل لي كام؟ 2.5 مين؟ فولت. 2.5 فولت دي حولتها لرينج من 0 ل 5 ل 0 ل 1023، حسبتها كده. قلت ايه؟ قلت ال 5 فولت في قيمه المقاومه اللي انا هجيب عليها ل 10 كيلو على مجموع الاثنين، لان الاثنين توالي، طلع 2.5 فولت عندي. تمام، باخد ال 2.5 فولت ده، ال 2.5 فولت ده
اضربه في 1023 اقسمه على 5 يديني 512، واروح احط القيمه هنا كده، ما احطهاش 512 مباشره، لا ده انا هاخد رينج من 530 واكبر من 500، زي ما قلنا في تولرانس للمقاومات، فبالتالي لازم انا اخد رينج عشان القيمه تطلع عندي مظبوطه. تمام، لو انت اشتغلت عمليا لازم تاخد الرينج ده. تمام، الرينج بيبقى بلس وماينس 15، هنا بعمل بلس 15 وهنا بعمل ماينس 15 تقريبا. تمام، هروح للداله اللي اسمها ديسبلاي دي، هبعت رقم 2 اللي هو سويتش رقم 2 وليد رقم 2، واعرض قيمه او ابعت قيمه الفاليو، الفاليو اللي هي القيمه الانالوج عندي، عشان يعرضها على ال سي دي في الصف الثاني. تمام، وهنور الليد الخاصه بيها هي ليد 2، نفس النظام مع السويتش رقم 3، سويتش رقم 3 عندي، سويتش 3 هيبقى عندي المقاومه 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو. الاوتبوت على انهي مقاومه؟ هي ال 10 كيلو دي. يبقى هقول الفولت اللي جاي كله في قيمه المقاومه اللي بتجيب عليها على مجموع الثلاثه. تعال نشوف مع بعض كده. يبقى في السويتش رقم 3 هقول ال 5 فولت في قيمه المقاومه اللي بتجيب عليها 10 كيلو، دي ثابته على طول في كل قانون، على مجموع الثلاثه المره دي، الثلاثه اللي هم 10 زائد 20. تمام؟ هيطلع القيمه دي. اخد القيمه دي اضربها في 1023 اقسم على 5 يديني القيمه بالديجيتال. زي ما قلنا هعمل تولرانس بلس وماينس اهو، وبعد كده هعرض 3 وهنور الليد الخاصه ب 3 وهكذا مع باقي السويتشات. تمام، طب في الاخر إلس، طب لو في ولا اي سويتش منهم اتضغط ايه اللي يحصل؟ عملت له سيت كورسر اللي هو في مكان السويتش، اللي هو في المكان ده، مكان السويتش اللي هنا ده، قلت له اعرض ايه؟ اعرض علامة استفهام، وفي المكان الخاص بالليد اعرض علامة استفهام، بعد كده في المكان 10 قول له نو سويتش، في المكان ده في الحتة دي نو سويتش، ده انا عملت مسافة فاضية بعدها عشان لو في ارقام من قبل كده تتمسح. تمام، وصفر كل الليدات او اطفي كل الليدات عندي. ده كان البرنامج ببساطة. مع بعض نعمل رن من اول، هنلقى دي الجملة الافتتاحية اهي في البداية، بيستنى واحد ونص ثانية، وبعد كده طبعا بيعرض الحاجات الأساسية في الأول. وطبعا هو عشان ما فيش اي سويتش مضغوط دخل في إلس على طول ونفذ إلس. هتضغط على سويتش رقم 6 مثلا اهو، نور 6 وعرض 171 تمام، ونور ليد 6. تمام، الحاجات المهمه في الكود ده زي ما قلنا ان انت لازم لما تكتب كلمه هتمسح الجزء اللي بعدها عشان ما فيش ارقام تبقى ظاهره من قبل كده. والحته المهمه كمان ان انت هنا لازم في الفانكشن عندي هنا لازم امسح الجزئيه دي قبل ما اكتب القيمه، لازم امسحها قبل ما اكتب القيمه. تمام، ده كان المشروع الاول. في نقطه مهمه هنا، القيمه الاولانيه كانت كام؟ 1023 في حاله السويتش الاول. طب السويتش الثاني كام؟ 512، بعد كده 341 وهكذا 255 204 170. هنلقى القيمه هنا 170 204 255 341 512. الرينج ده كله مقبول داخل ال 500، لكن من 500 ل 12 ل 1023 عندي ما يقرب من 500، يعني تقريبا نص الرينج عندي غير مستخدم، فممكن انا ازود سويتشات ثانيه. تعال كده هنشوف ازاي انا ازود سويتشات ثانيه. عندنا في الدايره الثانيه انا زودت سويتشات كمان زي ما انتم شايفين، تعال نشوفها كده على البروسس. زي ما احنا قلنا ادي السويتش الاول، وادي المقاومه كام؟ 10 كيلو. تمام، طيب الجزء ده جزء مكرر من قبل كده اللي هو مقاومه 10 كيلو وسويتش، بعد المقاومه مقاومه 10 كيلو سويتش، بعد المقاومه مقاومه 10 كيلو سويتش، وهكذا مع لغايه النهايه. تمام، الجزء ده مكرر من الكود اللي قبل كده. ايه الجزء اللي اتضاف هنا؟ رحت انا من الطرف ده خدت مقاومه مش 10 كيلو، مقاومه 2 كيلو، 2 كيلو وسويتش ولل 5 فولت، بعد المقاومه دي 2 كيلو سويتش لل 5 فولت، وهكذا. كررت الكلام ده مع اربع سويتشات بنفس الشكل، المقاومه اللي تتحط مع كل سويتش 2 كيلو، اما المقاومه اللي هنا تبقى 10 كيلو. طيب في الجزء الاولاني انت كنت بتاخد الاوبوت على 10 كيلو، فبالتالي لما كنت بحط هنا 10 كيلو يبقى الفولت هنا قل بكام؟ ب 5. طيب مع السويتش اللي بعد كده كنت باخد الاوبوت على 10 كيلو، وتيجي هنا هيبقى معايا 10 كيلو 10 كيلو، فبقي هنا عندي 20 كيلو وهنا 10 كيلو، بالتالي الفولت اللي طالع هنا هيبقى ايه؟ اقل اكتر. فعشان كده كان عندي ايه؟ رينج عندي كان من 500 ل 1000 تقريبا كان غير مستخدم، فبالتالي لا انا رحت حاطط مقاومه 2 كيلو مع السويتش ده، فبالتالي هنا الفولت هنا مش هيوصل ل 2.5 مره واحده، لا هيقل بس مش بقيمه كبيره. ونفس النظام مع 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، طب واحد هيحط 2 كيلو كمان، 2 كيلو كمان هيبقى عندك 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، كده عندك 5 في 2 ب 10، وعندك 10 كيلو هيبقى داخل النص، النص اللي هي بقت دي، فبالتالي اخرك هنا اربع سويتشات بس. تمام،
هنا اخر 5 سويتشات بقى عندي هنا 5 و5 يديني 10 وده الماكسيمم او دي الحاله المثاليه، اكتر من كده هيحصل تداخل في القيم. وهنا عندي 10 للديت، 10 للديت طبعا عشان نعمل انديكيشن اي سويتش فيهم الضغط. وعندنا كمان اليو ارت هنا او السيريال، هنا عندي السيريال عشان اعرض القيم على السيريال. لو انا عملت رن كده بصوا كده، اول حاجه جمل افتتاحيه، وبعد كده بيقول لي هنا انا كاتب نوت ان ما فيش سويتش مضغوط ولا ليد منوره. فانت لو ضغطت على السويتش ده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ليد واحد منوره. وهنا كاتب لك ايه؟ سويتش نمبر بيساوي 1 وليد نمبر بيساوي 1 والانالوج فاليو بيساوي 1023 زي ما كنا شغالين على ال سي دي، بس هنا السيريال طبعا بيبقى اسهل ولذيذ شويه. طبعا انا ما استخدمتش ال سي دي عشان ما فضلش عندي بالنت استخدم ال سي دي، فاستخدمت السيريال. تمام؟ نفس النظام. طيب اضغط على اي سويتش وليكن مثلا اتفقنا ما ينفعش اضغط على 2 سويتش في نفس التوقيت، فاضغط على 5 هيعمل ايه؟ اهو 5 بصوا كده عرض لي 5 وعرض لي القيمه بتاعتها 569 وهكذا. طيب نروح نشوف الكود مع بعض. الكود عندي نفس النظام، عرفت بورت بي ودي كاوتبوت لان عليه الليدات وعليه كمان الليدات هنا، الاثنين عليهم الليدات. وعندي كمان صفرت الليدات في البدايه وعملت انشاليزيشن للسيريال وعرضت جمل افتتاحيه في البدايه. الجمل الافتتاحيه طبعا انا بكتب ايه؟ دوت برنت لين عشان يكتب الجمله وينزل سطر وهكذا. وعملت ديلي 1.5 ثانيه. نروح للكود كده بتاعنا. الكود اول حاجه بقرا من اي 0 نفس النظام. رحت انا نفس الفكره، انا لما اضغط على السويتش الاول، السويتش الاول ده هيبقى ايه داخل للمقاومه ال 5 فولت كامله، يبقى اللي هي 1023. فانا قلت ان 1023 الفاليو دي اقل من قيمه واكبر من قيمه، اعمل ايه؟ نور الليدات الخاصه بيها، نور الليدات الخاصه بيها وروح للفانكشن اسمها ديسبلاي، اعرض قيمه 1 وخد قيمه الديجيتال الخاصه بفاليو هنا اعرضها على السيريال. طبعا هنا الفانكشن هتتغير، الفانكشن بتاع الديسبلاي هنا عباره عن ايه؟ هتلقى الفانكشن لذيذه وسهله اهي، بتاخد رقمين النم ونوع انسايند كاركتر لان الرقم من 1 ل 10 وبالتالي الفال دي هتبقى عندي انت. تمام، هعمل سيريال دوت برنت، هسيب مسافه وهقول له سويتش نمبر بيساوي كام، وبعد كده اقول له سيريال دوت برنت النمبر على طول بعد يساوي، يعني ده هعرض تكست هنا بين دبل كوتيشن وهنا هعرض القيمه اللي هي رقم 1 لو انا ضغطت على السويتش رقم 1. بعد كده على نفس السطر، على نفس السطر هعمل كوما بعد الرقم، بعد الرقم ده هعمل كوما وهسيب مسافه وهقول له ليد نمبر دوت بيساوي، بعد كده هعرض قيمه النمبر ده كله في نفس السطر. بعد كده هعمل ايه في سطر جديد؟ خلي بالك سطر جديد يعني اعمل لين هنا، يعني بعد ما اعرض القيمه دي انزل لين سطر جديد، طيب او لاين جديد. هعمل سيريال دوت برنت بعد كده مسافه وهقول له ايه 0 فاليو بيساوي، واروح عارض قيمه الفاليو واروح نازل سطر. ليه؟ تعال نشوف كده، بص معايا كده، هعرض سويتش نمبر وليكن يساوي 5 وبعد كده ليد نمبر بيساوي 5، خلي بالك في مسافه اهي كوما مسافه، بعد كده نزل سطر جديد يعرض A0 فاليو بيساوي القيمه بتاعتها على طول، وبينزل سطر الحاله اللي بعد كده نفس النظام. يبقى بعد السطر الاول نعمل لين او لاين نيو لاين، وبعد ما يعرض القيمه هنا يعمل النيو لاين. الفانكشن دي زي ما قلنا هتاخد النم تعرضه هنا مع السويتش ومع الليد، وتاخد الفال تعرضه مع مين؟ بعد اللي يساوي هنا اللي هي القيمه دي. تمام؟ هروح بعد كده الاف. طبعا اف بكل بساطه زي ما احنا قلنا ده الحاله الاولانيه لو نضغط على السويتش الاول. نفس النظام مع السويتش الثاني، تعال نشوف السويتش الثاني ايه اللي هيحصل. السويتش الثاني ده هيبقى عندي ال 5 فولت جايه متجزعه على 2 كيلو ومتجزعه على 10 كيلو، 2 كيلو 10 كيلو، الاوبت على المقاومه اللي اسمها 10 كيلو، الاوبت على المقاومه 10 كيلو. هحسبها ازاي؟ يبقى الفولت الانبوت بيساوي الفولت الانبوت اللي هنا اللي داخل على اي 0 بيساوي الفي اللي هي 5 فولت في قيمه المقاومه اللي انت بتجيب عليها ال 10 كيلو، على مجموع الاثنين كده يبقى هتبقى عندي 5 5 في 10 كيلو على مجموع الاثنين، المجموع الاثنين هي 10 زائد 2 كيلو، طلعت القيمه بالفولت بالشكل ده. خدت الفولت ضربته في 1023 قسمته على 5 طلع لي القيمه دي. تمام؟ طلع عندي 852. تمام؟ طبعا انا عملت بلس قيمه معينه وماينس قيمه معينه عشان لو حصل في تولرنس في المقاومات عمليا. رحت نورت بعد كده الليدات الخاصه بيها ورحت هعرض على السيريال رقم 2 لان ده سويتش رقم 2 وهاخد الفاليو اعرضها برضو على السيريال. تمام؟ نفس النظام الباقي مع السويتشات اهو مفيش اي اختلاف،
العشر سويتشات كاملين. رحت انا عامل إلس، إلس غير كده هيصفر الليدات او يطفي الليدات ويعرض على السيريال نوت نو سويتش بريزد. بعد كده هعمل سيريال دوت برنت مسافة نو ليد از اون. تمام، انا ممكن اعرض الجملة دي والجملة دي على نفس السطر على فكرة، وفعلا انا اعرضهم على نفس السطر. بعد ما يعرض الجملة دي يعمل ايه؟ يعمل نيو لاين. طبعا انا عامل ديلي هنا، الديلي ده خاص ان انا اشوف القيم على السيريال. لو انت ما عملتش ديلي هتلقى الحاجات على السيريال بتجري بسرعه، بتجري بسرعه مش هعرف الاحظها. طبعا انت عمليا ممكن تشيل الديلي ده مفيش مشكله. مع بعض كده نشوف هنا، هنعمل ستوب ورن من جديد اهو. ركز مع بعض الجمل الافتتاحيه اللي انا كاتبها، كاتب سويتش نمبر يساوي 2 وليد نمبر يساوي 2 والاي زيرو فاليو 853. تمام، عشان انا ضغط على سويتش 2. طب انا هضغط على سويتش 3، هنلاحظ هنا كام؟ 569. سويتش 4 640. تمام، بصوا كده، في الحاله الاولانيه قلنا ان انت هتبقى شغال في رينج من 0 ل 500، ومن 500 ل 1000 ده هيبقى تقريبا غير مستخدم. اخرنا كان 512 في البرنامج اللي فات. تعال كده هنا لما انا ضفت المقاومات ال 2 كيلو، هنا بقي 568 639 730 852. كده انا غطيت الرينج كله. عشان كده انا بقول لك ان افضل او الحاله المثاليه للموضوع ده ان انت تعمل ايه؟ ان انت تستخدم 10 سويتشات بس. اكتر من 10 سويتشات كده انت هيحصل في تداخل عندك في القيم. طبعا اتمنى ان حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله انتظرونا في حلقات تانيه كتير. ازاي ان انا عندي الانالوج انبوت بنس اللي هو الاي 0 والاي 5 في الاونو عددهم تقريبا 6 بس لو انا عايز ازودهم وبدون ما اغير البوردة. كمان نفس الفكرة هنشرحها في فيديو مستقل، وكمان في حلقة تانية خاصة بالكيباد. الكيباد عندك لو 4 في 4 بتبقى محتاج 8 ديجيتال بنز. تمام، ده هتاخد عدد كبير من الاردوينو عندك. طبعا ينفع اوصلها على بن واحدة. لو انتم محتاجين تعرفوا الحلقات دي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو عدد اللايكات على الفيديو ده وصلت لعدد كبير انا هشرح باقي الحلقات الخاصه بالكيباد وخاصه بالانالوج انبوت بن ازاي ازودهم. وشكرا جزيلا.